باب الابن راح القدس لان واحد امين. حلقة جديدة مع قناة دكتور وسيم. في الحلقة دي مع الشعب اللي تعب كورونا، احنا اللي تعبنا كورونا صدقني. تلاقي ناس من دول تقول له عامل ايه، عامل ازاي نفسك من فيروس كورونا، يقول لك كورونا بالبشاميل، ايه الظرف والعسل ده، او تعالوا كورونا. ايه يا عم ده؟ لا رحمة رحمة، هدوا يا جماعة. قلبي الفيروس عامل رعب بره ناس كتير، واحنا هنا يعني الحمد لله. يعني مش فارق، بس يعني ايه، يعني هل في تلوث في المية؟ هل في تلوث في الهواء؟ هل في تلوث في كل حاجة؟ ايه كورونا ده بالنسبة لنا؟ كورونا ده يعمل ايه؟ كلام فارغ. شعب اتربى على يعني تقريبا اخترع التلوث، ما اخترعوش يعني، بيته فيها تلوث كتير. كل حاجة تقريبا بنحاول نحارب التلوث حقيقة، بس ده تسبب ان احنا زادت مناعتنا. ايه مناعة يعني؟ تلوث مين يا باشا؟ كورونا مين يعني؟ معانا شغل احنا. بالإضافة يعني خدوا بالكو ان كورونا ليه درجة حرارة معينة وليه أس هيدروجيني معين. فمثلا يعني الكورونا يجي في الدول الأفريقية اللي درجة حرارتها عالية جدا، من رحمة ربنا إن احنا في الصيف، يعني درجة الحرارة هتبقى عالية. طبعا ممكن يتحور، يحاول يتحور كورونا عشان يحافظ على نفسه، بس هتحور على مين؟ حول المصريين. الكورونا هو ده الكورونا يا جماعة، فيروس مش هين، من سلالة مش هينة، لكن احنا شفنا ملوثات وحاجات كتيرة، يعني ما تخليناش خايفين قوي للدرجة دي. كمان هو كده كده في كل الأحوال هو مجرد فيروس، جسمك جهازك المناعي كويس ممكن يفرتكه أصلا، فليه مصعبين على نفسكوا كده أوي؟ هياخد وقت وهيعدي، صدقوني هياخد وقت وهيعدي. وخليكوا حريصين قوي يعني على ان مفيش تناول، بيت دم ربنا، حضور الصلاة، اعملوا احتياطات كرامنية. احنا لازم نجمع ما بين الشقين، الايمان والعلم مع بعض. والايمان بيقول لك تروح تصلي، تناول جسد دم ربنا. والعقل بيقول لك اعمل احتياطاتك الامنية، أو الأمنية من ناحية الفيروس، أعمل احتياطاتك مش مشكلة، الفترة دي هتعدي. لكن ما تبقاش موسوسين زيادة عن اللزوم. بإذن ربنا الدنيا هتتحسن، والفيروس هياخد مدته وهيخلع. وهنرجع نعيش أيامنا عادي لذيذة كويسة. الكورونا يا الكورونا مين يا باشا؟ هو العمر واحد والرب واحد.
بدل ما بتعمل احتياطك، جه الكورونا ما جاش الكورونا، الأجل في ميعاده. قابلكم في فيديو جديد، معكم أنا دكتور بوستي، شكرا لحضراتكم من فضلكم مشاركات الفيديوهات، خاصة الفيديوهات اللي تمس خلاص البني آدمين. شكرا.